مدينة الدار البيضاء كان عارفوا عليها بأن مدينة حديثة العهد، ولكن اللي ما كان عارفوش بزاف هو بأن هذه المدينة راه قديمة بزاف وفيها أثارات أركيولوجية، يعني اللي كتبت بأن الإنسان كان متواجد في هذه المنطقة من آلاف وآلاف السنين قبل التاريخ. يعني إذا مدينة الدار البيضاء عندها تاريخ عتيق. علاش هذاك كنقولوا بأنها مدينة معاصرة ولا عصرية؟ حيت عبر التاريخ بعد ما كانت مدينة معروفة كانت سميتها أنفا، اللي هي الأصل ديال هذه التسمية هو بربري، يعني كيعني واحد البلاصة عالية. كانوا ملي كيجيو من البحر كيبان لهم كتبان لهم داك لا كولين ديال انفا، يعني شي حاجه طالعه يسموها انافا. من تما الاصل ديال المدينه، وهاد انفا كانت هي البقعه اللي متواجده في داخل المدينه القديمه العتيقه اللي عندنا دابا حنايا، اللي كنسميوها المدينه القديمه. هاد التاريخ هذا غير هو ما كانش عنده واحد الوقع كبير على تاريخ المغرب. علاش؟ لانها كانت بقات واحد المدينه منغلقه على نفسها، كتاجر التجاره الخارجيه مع اوروبا عبر سميتو الميناء اللي كان، ما كانش ميناء عصري، كان واحد الميناء بدائي كيف كنقولوا، اللي كان كيمكن التواصل ما بين الدار البيضاء واوروبا وبلدان ديال جنوب اوروبا. مدينة الدار البيضاء كيف قلنا هي مدينه عصريه، يعني دائما كان فيها الاجانب، حيت لهذه الخاصيه ديال التجاره مع الميناء، يعني من فاتحه على الخارج، اذا جاو بزاف ديال الاجانب اللي تمركزوا هنايا في الدار البيضاء، الى حد وصلنا لعهد الحمايه الفرنسيه. كنعرفوا بان المغرب في 1912 غادي يوقع في الحمايه الفرنسيه والاسبانيه، ولكن الدار البيضاء كانت في الجهه اللي خداتها فرنسا. من هنا غادي يبدا تاريخ واحد اخر ديال المدينه، يعني لا فيل مودرن، غادي تتم بناء ميناء عصري لو غران بور، اللي غادي يكون اكبر ميناء في افريقيا، اللي غيعطي الخاصيه لهذه المدينه، الخاصيه اللي باقيه لحد الان عندها، هي المدينه الاقتصاديه ديال المغرب. يعني هي ولات الدار البيضاء كتشكل واحد المغرب صغير اللي كلشي كيبدا من هذه المدينه. يعني غادي تولي المدينه غتولي غتخرج من السور ديالها، ما غتبقاش هذيك المدينه القديمه اللي كانت انفا، وغادي تكبر واحد المدينه عصريه اللي غادي يكون المعمار ديالها متميز، بحيث ان المستعمر انذاك غادي كان عنده بغى يعطي واحد الوجه عصري لهذه المدينه، وجاب مهندسين ومعماريين كبار انذاك اللي قاموا بتشييد شوارع وتجهيزات ومباني جد مهمه، اللي متفرده ومتميزه، اللي معروفه على الصعيد العالمي. لان ومن غير هذا الشيء نقدروا نقولوا بان الدار البيضاء كانت واحد المقر ديال تجارب معماريه مهمه في ديال بدايه القرن العشرين، بحيث ان شي تجارب اللي وقعت في الدار البيضاء قبل ما تكون في اوروبا، ديال الاوربانيزم، المعمار، سياسة المعمار، أحياء العمال، البيتون أرمي، الإسمنت المسلح، كان كيتصوب هنا في الدار البيضاء قبل، يعني داروا لي تيست ديالو هنا في الدار البيضاء قبل ما يصدروه للخارج من طرف لي زانجينيور لي فخيغ بيغي. البري فابريكي، داك البنايات اللي كتكون مجهزه في اندستريالمون،
تصوبات هنا في الدار البيضاء، عندنا معالم اللي كتبت هذا الشيء قبل ما تصدر لمدينة جنيف، لأن هذوك الخبراء كانوا من سويسرا. يعني الخاصية ديال الدار البيضاء هي مدينة عصرية اللي كانت فوق على الحداثة. قمنا بتصنيف ما يقرب أكثر من 120 بناية بالدار البيضاء، يعني ماشي 50 ولا أكثر، 126. وعندنا واحد شي 60 ملف اللي باقية ما تخدش بعين الاعتبار، اللي كان نرسلوها لوزارة الثقافة. تصنيف البناية كمعمار تاريخي عندها، يعني فيها بزاف ديال القيم. خص البناية تكون عندها مجموعة ديال القيم، منها أولا لا كاليتي دلاركتيكتور، تكون معروفة ومدول بها عالميا. كيكون الاسم ديال سميتو المهندس المعماري. راه عندنا في الدار البيضاء مهندسين اللي معروفين عالميا اللي خدموا هنا في الدار البيضاء وفي بعض المدن في المغرب. خاص تكون التميز ديال البنايه باش كتميز. كاينين بعض المرات كتكون بنايه عندها من غير الشكل زعما الجانب الجمالي ديالها الاستيتيك، كتكون تقنيه بحال كي ذكرت لك قبيله البري فابريكي ولا البيتون ارمي ولا شي تقنيه اللي جابت شي حاجه جديده. يعني بزاف ديال المعايير كناخذوا بها، لان شنو هذا الهدف من هذا العمل هذا، هو تبقى واحد الذاكره ديال واحد الاثر ديال واحد البنايه شنو خلات في الواقع ديال التاريخ المعماري ديال البلاد ديالنا. وعالميا كتكون بعض المرات عاطيه واحد الصدى عالمي، بحال مثلا عندنا بنايات في حي المحمدي اللي كانت اللي معروفين عالميا، باقي لحد الان كيجيو طلاب من ديال المدارس وجمعيات جامعات الهندسه كيجيو باش يدرسوا هذاك الشكل كيفاش تبنى، وفي الوقت اللي جا فيه الواحد طلب خاص باش يحل مشكل خاص. يعني كيف قلت كانت الدار البيضاء واحد لابوغاتوار، مختبر ديال التجارب المعماريه اللي هي علاش كنبغيو نبينوها في هاد الملفات اللي كندفعوا اللي كنحطوهم لوزاره الثقافه باش نحافظوا على هذيك البنايات. اول خطوه، وكيف دائما حنا كنجاهدوا ليها، هي التحسيس. اول حاجه خص المواطنين كاملين، خاص يكون هاد قضيه التراث تكون قضيه الجميع، يعني اي واحد يحس بانه مسؤول على هذا التراث، من الصغير حتى الكبير، من المسؤول حتى الانسان العادي. خاص يكون لا كونسيونس، يعني نحسوا بان راه شي حاجه ديالنا، ديال التاريخ ديالنا، ديال الهويه ديالنا. كما كنقولوا الدار البيضاء راه هويه بوحدها خارجه على المغرب كامل. يعني اول حاجه خاصنا نحسوا به. ثانيا خاصنا نقوموا بالمجهودات باش نحافظوا عليه وباش نرمموه. دابا الدار البيضاء راه اكثريه ديال المعالم ديالها وصلت ل 100 سنه. يعني خاصنا هذا حنايا قمنا بتقييد هاد المعالم، ولكن بعض المرات ما كتعطيش الحل الصحيح، بحيث ان هذيك المعلمه كتسد وكتبقى كتلاشى وما كت... لا خاصنا نرمموها، ومن غير نرمموها نديروا فيها ان بروجي ايكونوميك، يعني شي حاجه اللي مدره للدخل، اللي غادي تنفع مثلا الحي فين كاينه هذيك المعلمه ولا الناس اللي ساكنين تما. يعني نخليو هاد التراث حي.